شيخ عبد الرحمن يحيى المروني رئيس أكبر منظمة مدنية متعلقة ببناء السلام في اليمن. أنا فخور جدا اليوم أنني أقدم ابني عز الدين عبد الرحمن المروني كشهيد في الدفاع عن الأمة وفي الدفاع عن السلام. وأنا فخور أيضا لأنني قدمت ابني علي أيضا ها هو كما تلاحظوا جميعا. وأنا فخور أيضا لأنني شيخ قبيلة منها 120 شهيد. نحن من النادي كل من يدعو للسلام، كل من يقف مع حقوق الإنسان أن يأتي معنا يدافع عن السلام وحقوق الإنسان من الميدان. يا رجال الحل والعكس في مجتمعنا. يا عم الصغير وأقرب لله ولا أدنى لرحمته ولا أقدر لرحمته ورضوانه مما يمسكن هذا العظيم. أيها الأخوة، هي من غابة حينما أراد المجتمع اليمني أن يتحرر من كل ضد موت ربوة وأن يبني دولته المدنية القائمة على السلام والتسامح والحرية وحرية القرار. أستدمتنا من كل مكان أفضل 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 سنة على رؤوسنا لكن الهربون أننا مغلون بعد قضيتنا. وحينما يتعلق الأمر المصير حزب الأمة ومجموعة كبيرة من الوجهات الاجتماعية والمراقبات القبلية تمكننا من احتواء ثلاث قضايا في قضية واحدة. احداهن كانت قد وظفتها الحدث والعربية في الشهر الماضي وسهيد توظيف سياسي على اساس انه صراع بين انصار الله، مع ان القضية قضية خلاف على ارض. عفت أسرة المؤيد عن تاريخنا مع الأتراك، لنا في تاريخنا مع الأحباش، لنا في تاريخنا في صراعات الدائمة اللي حصلت في اليمن. كان اليمني سرعان ما يترفعوا عن التوافه والزغائر وينسوا آلامهم وجروحهم، وبدلا من يتمدرسوا ويتخندقوا البعض من البعض يتمدرسوا ويتخندقوا في قطاع الدول المشترك. وهذا تاريخ اليمني عبر تاريخه. ونحن نودع هذا الشهيد العظيم الذي يمثل رقم واحد بعد 251 شهيد من أسرة واحدة. نوجه رسالة لأخواتنا الذين بغوا علينا، لقد راهنتوا على العالم بكله لتدبيرنا والقضاء علينا، ونحن راهنا على الله. يوما ما قال ممثلكم في الأمم المتحدة بأن اليمن مرة تعود لبيت الطاعة، ونحن نقول لكم أننا قادمون بإذن الله تعالى على إخراجكم أنتم من طاعة الغرب. نحن نقول لكم مرة أخرى سنقاتل تأخر قطرة من دمائنا، وعليكم أن تقاتلوا الأجيال القادمة. وهذه رسالة عليكم أن اليمن أقوى من أن تمحى وأعظم من أن تلغى وعز من أن تفنى، ولتعلموا بأننا مؤمنين بعدلت قضيتنا. نقول للتاريخ الإنساني اجتمع على ركبتيك، فهؤلاء العظماء مرغوا عسكرية العدوان في التراب. ونوجه رسالة العلماء السعودية نقول لهم كتاب الله من أيديكم أموره واضحة وأحكامه زاهرة، رغم أن أعلوا تريدون أما غير يتحكمون بئس للظالمين بدلا وبئس ما تأولتم وسرع ما بأجرتم لتقدمنا والله محمل ثقيلة وغير وبيلة إذا كشف الغطاء يوم القيامة وبدالكم ربكم ما نفخذ تحتسبون فبعيد الله ما تفعلون وسيعمل ظلم أي من قلب ينقر. حينما تقاتل أصحابنا الصيادين والنهمين وهذا لوضعنا الحالي الآن كيف إحنا دخل الخولاني يقاتل الذي هو بني إسحاق دخل يقاتل ولا الصيادي والصيادي عنده 40 قتيل الحنش قال لها اسمع يا سيدي وعيدي ونرد سلمة قال لها قال شوف يا بين 40 قتيل شوف يا ابن عمي ما بخلي صاحب خولاني في السكة ولا يجي يقاتل مع الأدوار ما بخلي صاحب خولاني في السكة فقاتل معك من قتل مصحابي اقضي به سلم اي واحد مصحابي اقتل بسلم ومن اصيب انا بعالجه وبعطيك سلوح شريف نظيف امن ومؤمن حتى انت الحرب فاحنا لو اصحابنا يفهموا احنا بيننا بين نسك لكن من المعيب علينا ان احنا نسميتي هلا بالاي تي في قاتل بعضنا البعض. حدثنا عن دور القبيله في اليمن قديما وحديثا. دعني ابتداء نتقدم بشكر جزيل لقناه الصين المركزيه والى الشعب الصيني والحكومه الصينيه لدورهم المتميز في الوقوف في وجه العدوان على اليمن، وكذلك لدور الإعلام الصيني ممثل بالقناة المركزية في النزول لتغطية أفظع الجرائم التي ارتكب في حق الإنسانية. وفيما يتعلق بموضوع القبائل اليمنية، القبائل اليمنية ركيزة هامة تمثل 80% من المجتمع اليمني، وتنقسم إلى أربع قبائل رئيسية: حمير قبيلة حمير ومدحج وهمدان وكندة. من همدان انقسمت قبيلتين هي بكين وحاشد. مدحج تمثل مراد وعنس والحداء، هذه انضمت الى بكين. حمير انضمت الى حاشد. هذه القبيلة اليمنية لها تأثير لا يستهان به عبر تاريخ اليمن. هي من شرعت قوانين فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية
وبناء السلم المجتمعي تشبه إلى حد ما القوانين العالمية اليوم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. على سبيل المثال اليمن اليوم ومنذ عامين تقريبا تمر بأكبر عدوان على الحرية البشرية. القبيلة اليوم أثبتت بما لا يدعم مجال الشك بأنها تواجه الإرهاب بالنيابة عن العالم وعن الإنسانية. القبيلة أثبتت اليوم بأنها متماسكة. القبيلة اليمنية أثبتت اليوم بأنها صمام أمان في بناء السلم المجتمعي. انظر إلى حولك، نحن الآن منذ عامين تقريبا يقال بأنه لا يوجد معنا دولة، ومع هذا انظر للأمن والاستقرار، انظر للتعامل، انظر للاحترام حقوق الإنسان. المجتمع متجانس، مجتمع يحترم الإنسان وحقوقه، مجتمع يدافع عن وطنه، ومجتمع أيضا يدافع عن الإنسانية. وفي ظل الظروف الاستثنائية في اليمن، ومع هذا تجد الأمن والأمان إلى مذهب تسافر من صنعاء إلى أبعد محافظات اليمن وهناك أمن، لأن القبيلة الآن نفسها عادت إلى أعرافها وتقاليدها على أساس أن تكون القبيلة تحمي القبيلة المجاورة، على أساس أن تكون القبيلة مسؤولية كاملة على بناء السلم المجتمع فيها. إذن الآن المجتمع فرض عليه أن يحمل السلاح في مواجهة الصرف السعودي والعدوان السعودي. هذا العدوان الذي لم يستثني أحد، لا أطفال ولا نساء، بسبب العدوان رب دارة النافعة عادوا اليمنيين إلى أعرافهم أكثر إخلاصا وأكثر صدقا وأكثر جدية، وبدأوا يا أخي خلال العامين الماضيين في صلح عام جمعنا معظم قبائل اليمن، حاولنا نعمل 23 لقاء حواري جمعنا فيها القيادات المجتمعية من كل مكان وكذلك القيادات التقليدية، وبدأنا نقول لهم بأن الوطن ملك الجميع وأن علينا كلنا لا نتخلى في العدوان بعضنا البعض وعلينا أن نواجه العدو المشترك. أنا باسمكم أشكر هذا الشاب الفاضل ولا المناظر ولا صاحب اللسان الحلو والقلب الطيب، أنا أعرفه عبد الرحمن المروري حفظه الله، الذي وجد من صدور وقلوب الرجال اليمنيين الذين مدحهم الرسول استجاب له رجال كرام يحبون الله. وأنا أرجو لأن اليمن لا زالت عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ونشكر باسمك يا عبد الرحمن الغيوب.